الازرو يعني كانت محظوظه في الاتجاه، ان دوك المشاريع حسب علمي انه مشروعين يمكن على الصعيد الوطني، ومن بين جوج المدن اللي خداو هذا المشروع ومن بينهم مدينه الازرو. فهذاك المشروع كان مهم بالنسبه للسوق الاسبوعي، بحيث انه تم يعني تنظيف هذاك المكان ديال الماشيه، احصائها يعني الحفاظ عليها، كان ما وضعت ما كان مهم جدا، وبالتالي استحسن الناس ديال السوق والناس اللي كيستعملوا السوق الاسبوعي يعني دوك الكسابه استحسنوا هذا العمل، والان لحد الساعه راه تيشتغلوا في ذلك المكان، يعني بالعكس كان ايجابي بشكل كبير على مدينه الازرو. بالنسبه للسوق الاسبوعي، سوق نموذجي اللي وسط المدينه بالنسبه هذا بالنسبه لهذاك السوق، يعني انا كنفرق ما بين السوق الاسبوعي اللي هو سوق كبير جدا، صح. ربما نقولوا سوق اقليمي او جهوي، لان يوافدوا عليه واحد العدد ديال الناس اللي كيستعملوا السوق الاسبوعي من جميع المدن ديال المغرب. اما فيما يخص السوق النموذجي ديال الباعه المتجولين، هذاك السوق يعني الى درتوا له زياره فالحمد لله، يعني بالمجهودات الجباره ديال السيد العامل استطعنا باش دوك الباعه المتجولين اللي كانوا متشتتين في المدينه، استطعنا باش نديروا لهم واحد 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 السوق اللي هو الان راه قريب يعني اوشك على النهايه، يعني ببناء يعني جميل جدا ومعايير، والان راه بقى غير بعض اللمسات الاخيره، واحد السور باش ما يطيحش تراب وهذا وهذا، فغادي ان شاء الله يستقبل هاد والان راه موجودين في واحد البلاصه غير بروفيزوار، غير بطريقه مؤقته، باش يولجوا لهذاك المكان اللي هو مهيئ ومعد لهم بشكل يعني جد جيد جدا. شكرا جزيلا السيد الرئيس. قبل الختام، هل من رساله للساكنه او المتمسكين بالمسؤوليه؟ يعني اقول يعني الساكنه، يعني الحمد لله الساكنه ديال مدينه الازرو ساكنه طيبه، ساكنه يعني اللي يعني اللي درتي لها يعني كتستقبله وكتفرح به، ف يعني وحنايا في هذه المده كلها كنا في تواصل جيد معهم، والحمد لله يعني لم نجد منهم الا المساعده والا التفهم، العراقيل ولا يعني الصعوبات اللي واجهناها. وبالنسبه للمسؤولين، يعني انا كنوجه بان هذه المدينه هذه هي مدينه جبليه وخصها عنايه، مازال خصها بزاف ديال الحوايج، مازال خصها شي امور في يعني في السياحه الجبليه، مازال خصها مشاريع، مازال عندنا البطاله، ديال الشباب خريج الجامعات. انا اتمنى انت يعني تكون واحد العنايه لهذه المدينه والاقليم بصفه عامه، باش الحمد لله يعني نشوفوها في ذاك المستوى اللي احنا كنطمحوا له جميعا.